الست ام حسين بتقول لو حد ظروفه على يعني على قده انه هيجي عيد الفطر او قرب العيد كما نحن الان، فهي بتقول انا مش هقدر اطلع كل او مش هقدر اطلع زكاة الفطر، هل ينفع ان انا استلف وانا بسدد يعني بقدر استلف وارجع تاني واطلع زكاة الفطر؟ اذا الانسان يا ست ام حسين رتب اموره للسداد، يعني هو عارف نفسه انه هيقدر يسد الدين ده، جاز له الاستدانة لدفع زكاة الفطر كما هو مذهب السادة المالكية يا ست ام حسين.